أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى. إليكم أبرز العناوين. دينامية جديدة تشهدها عمليات الاستيراد بميناء الناظور بفضل التدابير الجديدة وتشديد المراقبة الجمركية على معبر مليليا الذي كانت تمر منه السلع بطريقة غير قانونية وبفضل جهود الحد من ظاهرة التهريب. أمام المنحى التصاعدي المستمر لحالة الإصابة بكوفيد 19 وتزايد عدد الوفيات اليومية، السلاح الوحيد لمواجهة الوباء استكمال تلقيح بالجرعات المعززة وتلقي الجرعة الرابعة التذكيرية بالنسبة للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة. تلفريك أكادير يستقبل عديد من الزوار منذ افتتاحه قبل أقل من أسبوع، بنية جديدة تعزز النسيج السياحي لأكادير وإشعاعها كوجهة سياحية وطنية ودولية. أهلا بكم. عمليات الاستيراد بميناء الناظور تشهد دينامية كبيرة بعد أن أصبحت تتم عبر الشاحنات والصناديق الحديدية من ميناء الميريا. هذه الدينامية مردها إلى تشديد المراقبة الجمركية على معبر مليليا الذي كانت تمر منه السلع بطريقة غير قانونية والحد من ظاهرة التهريب. من الميناء روبورتاج خديجة زروال ومحمد توانينا. إلى وقت قريب كانت السلع المتوجهة إلى مدينة الناظور عبر معبر مليليا تمر بطريقة غير قانونية. اليوم وبعد تشديد المراقبة الجمركية والحد من أنشطة التهريب أصبحت عملية الاستيراد تتم بواسطة الشاحنات انطلاقا من ميناء الميريا بإسبانيا نحو ميناء الناظور، الشيء الذي خلق رواجا بالميناء إذ ارتفعت عملية الاستيراد عبر الشاحنات والصناديق الحديدية بنسب كبيرة تجاوزت 100%. احنا كصفتنا كمحشرين لاحظنا واحد الارتفاع كونسيديرابل في نسبة البضائع اللي كتعشر، بعد البضائع اللي كانت كاريمون ما كتعشرش من على ميناء الناظور دابا رجعت تعشر وارتفعت النسبة ديال الاكتيفيتي ديالنا. عرفت عملية الاستيراد بواسطة الصناديق الحديدية ارتفاع مهم بلغ 337%. نفس الوتيرة سجلتها عمليات الاستيراد بواسطة الشاحنات ووسائل النقل الأخرى انطلاقا من الميريا نحو ميناء الناظور، حيث عرفت تطورا بلغ 150% في نفس الفترة. تشديد المراقبة الجمركية والحد من ظاهرة التهريب بالمعبر كان لهما تأثير إيجابي على المداخل الجمركية بميناء الناظور، حيث ارتفعت بنسبة 175% العام الماضي لتصل إلى 2,800,000,000 درهم مقابل 1,600,000,000 درهم عام 2018. أدى هذا إلى ارتفاع مداخل الخزينة بحوالي 75% بالمقارنة مع سنة 2020. بلغت هذه المداخل حوالي 3 مليار درهم سنة 2021، وفي السنة الحالية 2022 تطورت هذه المداخل ب 25% بالمقارنة مع السنة الماضية. تشديد المراقبة الجمركية على السلع المستوردة سيساهم في دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، كما سيجنب المستهلك بعض المخاطر الصحية الناجمة عن تدفق سلع لا تخضع للمراقبة. وللمزيد من التوضيحات في الموضوع ينضم إلينا مباشرة من ميناء الناظور السيد محمد الباعون المدير الإقليمي للجمارك بالناظور. إذن مرحبا بكم سيدي، وبداية كيف يمكنكم تقييم العمليات التجارية بميناء الناظور بنين صار، خاصة بعد توقف نشاط التهريب المعيشي وتأثير ذلك على عائدات الجمارك؟ مرحبا وأهلا وسهلا سيدتي. لقد كاد لهذا التحول وقع إيجابي فيما يخص حماية صحة وسلامة المواطنين، لأن جميع السلع المستوردة أصبحت تخضع لمراقبة السلطات المختصة وخصوصا المراقبة المعيارية من لدن مصالح وزارة التجارة والصناعة، وأيضا مراقبة المواد الغذائية من لدن مكتب السلامة الصحية، كما أنه منذ الشروع في استخدام الخط الرابط بين ميناء فالنسيا وميناء الناظور عرفت عملية استيراد
بواسطة الصناديق الحديدية ارتفاع مهم يقدر ب 337%، حيث مر هذا العدد من 527 صندوق حديدي إلى 2305 بين نهاية 2018 ونهاية 2021. كما سجلت عمليات استيراد بواسطة الشاحنات انطلاقا من ميناء ألميريا في اتجاه ميناء الناظور ارتفاع يقدر ب 148%، ومر عدد هذه الشاحنات من 6800 شاحنة عند نهاية 2018 إلى 16936 شاحنة بنهاية 2021. ومن جانب آخر، كان لهذه الدينامية الاقتصادية المهمة تأثير إيجابي على المداخيل الجمركية بالميناء، والتي لم تكن تتجاوز عند نهاية 2018 1.6 مليار درهم، لتصل إلى 2.8 مليار درهم بنهاية سنة 2021 بارتفاع يناهز 75%. نعم سيد البعون، وكيف واكبت إدارة الجمارك هذه الدينامية الاقتصادية المهمة من أجل تشجيع الاستثمار وتحقيق المزيد من الرواج التجاري؟ سيدتي، فيما يخص المواكبة وتماشيا مع الرؤية الملكية السامية وتعليمات السيد المدير العام لإدارة الجمارك، تم تعزيز ميناء الناظور بموارد مشاريع ولوجستيكية مهمة من مفتشين وأعوان، وأيضا بالوسائل اللوجستيكية كالحواسيب والألواح الإلكترونية وجهاز المسح الضوئي السكانير لضمان انسيابية وسيولة في مرور العمليات التجارية. كما تم أيضا إخضاع الأعوان لدورات تكوينية مهمة بمعهد التكوين الجمركي بابن سليمان، قصد تأهيلهم وتقوية قدراتهم حتى يكونوا بمقدورهم مواكبة هذه الدينامية الاقتصادية. كما يجب الإشارة إلى تجند الإدارة في العمل حتى آخر عملية في الاستيراد والتصدير، واستفادة المستوردين من تخفيضات مهمة فيما يخص القيمة لدى الجمارك لتقوية تنافسيتهم. وتجدر الإشارة أن الإدارة العامة للجمارك عملت على وضع آليات قانونية ومسطرية لتحقيق المردودية في علاقتها مع المرتفقين، ومن بينها المعاينة عند المقر، تسهيل التخليص الجمركي عبر الأداء الإلكتروني، تسهيل عملية الضمان، وأيضا في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية وتنويع التصاريح الجمركية ورقمنتها وتبسيط المساطر وتجريدها من الطابع المادي، وتسهيل تبادل المعلومات بين إدارة الجمارك والفاعلين الاقتصاديين عن طريق البورتنت. نعم. كما هناك عملية للتواصل عبر وضع آلية التواصل عبر المنصة الإلكترونية ديوانتي، التي توفر لأرباب المقاولات فضاء جمركيا رقميا لإعلانهم بسير عملياتهم. شكرا لكم على كل هذه التوضيحات السيد محمد البعون المدير الإقليمي للجمارك بالناظور. في معطيات الوضعية الوبائية يوم أمس، 5 وفيات جديدة و 1209 إصابة جديدة بكوفيد 19 مقابل تعافي 2077 شخصا. من جهة أخرى، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح 6,613,974 شخصا، فيما تلقى الجرعة الرابعة التذكيرية 16,757 شخصا. التلقيح الكامل وتحديدا تلقي الجرعة الثالثة المعززة والرابعة التذكيرية بالنسبة للمسنين وللأشخاص ذوي عوامل المرضى السلاح الأساسي للحماية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والحد من اتساع رقعة السلالة الفرعية لأوميكرون. المراكز التلقيحية تواصل استقبال المواطنين ونموذج من حي النسيم بالدار البيضاء. في روبورتاج بوشعب عماري وأحمد الحمري. المركز الصحي الحضاري النسيم بمنطقة الحي الحسني قصده اليوم السيد عبد الملك علي للاستفادة من الجرعة الرابعة لتقوية مناعة جسمه ضد السلالة الفرعية لأوميكرون، بعدما استفاد من الجرعة الثالث الأولى في توقيتها المحدد، لكن رغم ذلك تسلل الفيروس إلى جسده فكان لزاما عليه أخذ الجرعة الرابعة. أنا كنفكر في راسي، لأن درست 3 بعد الجرعات، ومع الأسف جاني الكوفيد في شهر 1
وتيقول لك 6 شهور من بعد كتبقى محمي داك المضادات الحيويه. ودابا 6 شهور دازت ولا بالتخسين ديال الرابعه. تبارك الله كاين الاقبال، كاينين كيجيو الناس اللي عندهم اكثر بالنسبه للجرعه المعززه، الناس اللي عندهم اكثر من 60 سنه، الناس اللي عندهم امراض مزمنه كيجيو، كيجيو الناس مسنين، الناس ديال دار مسنين، جمعيات، مواطنين، حيت عرفوا الاهميه ديال الجرعه المعززه باش ان شاء الله نخرجوا كلنا من هذا الوباء. المركز يستقبل مستفيدين من مختلف الفئات العمرية ومن كل الجنسيات المقيمة بالمغرب المستهدفة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19. Première dose et deuxième dose, j'ai déjà pris ça. Et la première dose c'était au Sénégal, mais la deuxième c'était ici. التحصين ضد وباء كورونا خاصة بعد ارتفاع عدد المصابين بالسلالة الفرعية لأوميكرون يحتم ضرورة استكمال الحقنات سواء المعززة أو الرابعة لكبح جماح هذا الفيروس. ومعنا مباشرة من الدار البيضاء الدكتور أحمد بن بوجيدة رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر. إذن دكتور، ما هي قراءتكم للمؤشرات الوبائية الحالية في بلادنا؟ واش الأمر يدعو إلى القلق والتخوف؟ وكيفاش ممكن أننا نساهموا جميعا في الحد من انتشار الفيروس ونحافظوا على المكتسبات اللي حققتها بلدنا في مواجهة الجائحة؟ اهلا وسهلا. حقيقه انه الحاله هي مدعيه للقلق. القلق الان منذ جوج مارس 2020 والدوله المغربيه خدات مجموعه من الاجراءات الاحترازيه وكذلك الوقائيه من توفير يعني لي فاكسان الى غير ذلك جداد يا صاحب الجلاله نصر الله. الان هي طفره رابعه اللي جات من خلال واحد لوميكرون اللي كيتسمى لو بي اش 4. هذا البي اش 4 هو نوع ديال السلاله اللي هي الايشاب ليمونيتي ديال لي فاكسان الاولين، وبالتالي خص ضروري اننا ندعموا ونوصي من خلال السلطه العليا العالميه للصحه توصي على يعني هذه الجرعه التذكيريه الرابعه بالنسبه للناس المسنين وكذلك الناس اللي عندهم امراض مزمنه والناس اللي عندهم يعني المناعه ضعيفه، النساء الحوامل الى غير ذلك. وبالتالي باش ما نضيعوش داك الشيء اللي ضاع، احنا لاحظنا من خلال يعني ما الدوله يعني رخفت المسائل الاحترازيه هناك واحد السلوكات غير مسؤوله بالنسبه للمواطنين اللي كنلقاوهم يعني باختلاط دائم في المحلات التجاريه، في الازقه، في الشوارع، في المراكز الاصطياف الى غير ذلك. وبالتالي هذا الشيء راه باقي ما سالاش، خاص ضروري انه نوعاو بان هذا الفيروس البي اش 4 هو عنده واحد السرعه ديال الانتشار كبيره. حقيقه انه المكتسبات اللي البلاد اكتسبتها من خلال المجهودات الكبيره ديال وزاره الصحه يعني نسبه الاماته هي ضعيفه 1.3%، نسبه الاسره ديال الانعاش هي الحمد لله 2%، ما كتعداش 2%. وهذه المكتسبات خصنا ضروري ان نحتفظوا عليها من خلال السلوك اليومي ديال المواطن اللي خصو ضروره انه ما ينساش انه اوميكرون راه بيناتنا وكيشكل هذه الفئه كتشكل تقريبا 72% ديال السلالات من غير البي اش 1 وكذلك البي اش 272 اللي تما منتشرين كيشكلوا 28%. وبالتالي من بعد يعني الجرعه الثالثه او كاين واحد المجموعه ديال المناعه اللي كتعطي الزونتيكورتين خصو في الدم من بعد واحد المده ديال 4 شهور حتى 6 شهور. دكتور، بالنسبه لهذه الجرعه، الجرعه الرابعه التذكيريه من اللقاح، توضيحاتكم بخصوص اهميتها بالنسبه للفئات المستهدفه اللي هما المسنين والاشخاص اللي عندهم عوامل المرض، اللي عندهم امراض مزمنه مثلا او عندهم قابليه للاصابه بالاشكال الخطيره من الفيروس. كما قلت هذه الجرعه التذكيريه هي هذه السلاله ديال هذا البي اش 4 هو الايشاب ليمينيتي الاولى، بمعنى انه ما كيستجبش يعني لهذوك الجرعات اللي كان دار الثالثه وكذلك الجرعه الاولى والثانيه. هذه الجرعه التذكيريه هي مناسبه لتقويه المناعه ديال المسنين لان كيكونوا دي جون فيلنرابل يعني دغيا كيمكن لهم يتلقاو الفيروس، وكذلك الناس اللي عندهم يعني امراض مزمنه، عندهم بنيه تحتيه ضعيفه،
عندهم مناعة ضعيفة، حوامل إلى غير ذلك، وبالتالي هذه الجرعة التذكيرية غادي تخلي الجسد ديالهم غادي يتكيف معها وغادي يصوب هذوك المضادات، يعني لي زونتيكور أنتي سارس كوف 2 اللي غادي تجعلهم كيحميهم ضد هذاك لا فاريونت ديال 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 الفيروس ديال لوميكرون. اللي خصو يعرف واتشي هادشي ولا معروف أنه لوميكرون كل خطرة كل سنة هناك طفرات جديدة، هناك ديميتاسيون، هناك حالات، ولكن الحمد لله العالم كله كسب خبرة كبيرة في التعامل مع هذا الفيروس الخبيث، وبالتالي المغرب ما خصوش يخسر داكشي اللي ربح الحمد لله من خلال الاستراتيجية الملكية والاستراتيجية ديال الدولة فيما يخص محاربة هذا الداء، أن السلوك ديال المواطن خصو ضروري أنه يدير التباعد الجسدي، يعني النظافة ديال الأيدي، ما يختلطش مع الناس بزاف، يحاول ياخذ الاحتياطات الذاتية ديالو من أجل يعني تصدي لهذا الفيروس الخبيث. شكرا لكم. نتمنى أن هذا التفشي ديال هذا الفيروس إن شاء الله يحبس إن شاء الله في الأيام المقبلة. إن شاء الله. شكرا لكم على كل هذه التوضيحات الدكتور أحمد بن بوجيدة رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر. أكثر من 1500 شخص لقوا حتفهم في كل من البرتغال وإسبانيا بسبب موجة الحر القياسية التي تشح البلدين، كما تضرب أجزاء واسعة من أوروبا مسببة حرائق في الغابات. منظمة الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الحرارة في أوروبا، بينما تواجه مناطق أخرى تقلبات مناخية تتمثل في أمطار غزيرة وفيضانات. مريم العفير. ما تزال موجات الحر تضرب عددا من دول العالم منذ شهر يونيو الماضي، حيث ارتفعت الحرارة إلى درجات قياسية في بعض المناطق مع توقعات بارتفاع متزايد على مدار 100 عام المقبلة. مثلا في الدنمارك حطمت موجة الحر الرقم القياسي لدرجات الحرارة في يوليوز المسجل قبل 81 عاما، حيث بلغت 35.6 درجات مئوية في غرب جوتلاند يوم أمس، فيما بلغت في ألمانيا 40 درجة مئوية، واستيقظت بريطانيا على أكثر الأيام حرارة في تاريخها. الحرارة المرتفعة هنا وهناك كانت السبب وراء اندلاع النيران واجتياح الحرائق لعدد من المناطق. في إسبانيا دمرت الحرائق حتى 10 من يوليوز الجاري ما لا يقل عن 70,000 هكتار من الغطاء الغابوي، وقد دمر 16 حريقا في غاليسيا نحو 20,000 هكتار، بينما أتت النيران في زامورا على 20,000 هكتار أخرى وتوزع الباقي على مناطق متفرقة. الوضع لا يختلف بالبرتغال، حيث تكابد السلطات لإخماد النيران المندلعة بفعل موجة الحر، موجة كانت السبب وراء وفاة 1063 شخصا في البلاد. وعلى خلاف ذلك تعيش نيوزيلندا على وقع فيضانات شديدة بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة برياح قوية تسببت في خسائر مادية واضحة. المياه غمرت أيضا شوارع السنغال بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطلت بشكل غير مألوف وأغرقت العاصمة دكار في فيضانات غير معهودة. الوجهة الموالية قلميم التي تشهد مع بداية فترة العطلة الصيفية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة دفع العديدين من أبناء المنطقة إلى البحث عن ملاذات للترويح عن النفس وتخفيف من وطأة الحر، ملاذات يجدها الكثيرون في عدد الفضاءات والمنتجعات بالمنطقة. حفيظ محضار وجمال الخصاصي. أمام موجة الحر الشديد الذي تشهده غريميم على امتداد الأيام الأخيرة المتزامن مع بداية العطلة الصيفية، إقبال كبير تعرفه العديد من الفضاءات العمومية بضواحي المدينة التي تعد قبلة يومية لعدد مهم من الساكنة المحلية وزوار المنطقة بحثا عن ملاذ للترويح عن النفس والاستمتاع أيضا ببداية فترة الإجازة السنوية. تنجب الوليدات ديالنا هذا المتنفس هذا اللي هو عباره عن كومبلكس فيه جميع المرافق ديال الدراري الصغار، وفيه مقهى وفيه مطعم وفيه ملاعب لكره القدم بالنسبه للبالغين. مسكنة بوجدور وجيت لقلميم نظرا لان متنفس، جيت لهذه المنطقه هذه الحديقه هذه نظرا لان متنفس. تيمتاز هذا المنتجع بالامان الحمد لله وبالنظافه. Je viens ici pour les vacances, ici pour le Maroc, donc Glimim. Il fait un peu chaud, c'est pour ça que je suis venu ici dans le مجتمع. Il y a des activités, il y a trop d'activités pour enfants, pour adultes, et c'est trop bien ici.
هذه الفضاءات حريصة على تأمين كل الشروط المواتية التي تضمن راحة المرتادين. الأطفال بدورهم يحظون بفرص جيدة للعب والترفيه والاستمتاع بعطلتهم الصيفية. المنتجع العائلي اللي كيوفر لساكنة مدينة قليميم واحد منتجع ترفيهي وكذلك رياضي. كنوفر في الناس اللي كيزورونا اماكن كريستوراسيون وكذلك لي كافي وميم طون الوقيته فاش الناس كيتغداو ولا كيديروا واحد بوز ديال كافي كيصيفطوا وليداتهم باش يلعبوا. كاين هناك ملعب ديال الكره وكذلك ديال الترفيه ديال الاطفال الصغار. فضاءات ورغم شوحها تبقى الوجهة المفضلة لأبناء المنطقة طلبا للترويح عن النفس وتمضية أوقات ممتعة، خاصة في هذه الفترة التي تصل خلالها درجات الحرارة بالمنطقة لمستويات قياسية. ونبقى بقلميم وينضم إلينا مباشرة السيد عبد الله النجامي نائب رئيس المجلس الجماعي لقلميم. إذن سيدي، وكما تابعنا في الروبورتاج عدد المنتجعات بقلميم يعني قليل، فما هي خطتكم لتوسيع هذه الفضاءات بالمدينة وتعزيزها وكذا تعزيز الاستثمار السياحي بالمنطقة؟ شكرا جزيلا سيدتي. يعني كما أشرتم مدينة قليميم هي عندها خصوصية بحيث أنها مركز إقليم قليميم وعاصمة جهة قليميم وادنون. بالنسبة إلينا في المجلس الجماعي استحضرنا هذا الخصوصية خاصة وأن في ظل يعني موجة الحرارة التي تشهدها المدينة في فترات من الصيف، وبالنظر الى بعد يعني المناطق الساحليه اقرب سيدي افني اكثر من 50 كيلومتر، الشاطئ الابيض ايضا اكثر من 50 كيلومتر، عملت مجلس الجماعه على محورين اساسيين. المحور الاول هو تاهيل المساحات الخضراء والمتنفسات العموميه اللي هي موجوده اللي على راسها الكورنيش ديال المدينه، وذلك عبر العنايه به وبنظافته وبالحفاظ على المساحات الخضراء فيه، ثم كذلك على العمل على احداث يعني المرافق الرياضيه وملاعب القرب موجهه للشباب في هذا الفضاء. ايضا عندنا الفضاء ديال الواحه الرياضيه عبر العناية بها وبالجنابات ديالها باعتبارها من المتنفسات والفضاءات العمومية الأساسية في المدينة. ثم عندنا أيضا حديقة العمومية ديال التواغيل التي عمل المجلس على أن تبقى يعني كتقدم الخدمة المطلوبة يعني في 7 أيام طوال أيام الأسبوع باعتبارها من الحدائق العمومية في المدينة. المحور الثاني هو ونحن نعد البرنامج العمل ديال الجماعة اللي غيحكم العمل ديال الجماعة إلى 1927. من المحاور الأساسية والاستراتيجية اللي اشتغل عليها المجلس هو هذا المحور ديال البيئة وديال التنمية المستدامة عبر يعني خلق فضاءات خضراء ومتنزهات عمومية يعني الجديدة، وهذا من الامور التي نطمح لها انه على الاقل كل حي يكون عنده فضاء اخضر ومتنزه عمومي، يعني اذا توسيع هذا العرض على هذا المستوى. ايضا الجانب الثاني هو المسابح العموميه اللي وجدناها للاسف فيها مجموعه من الاشكالات، يعمل المجلس الحالي على تجاوزها من اجل ان 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 ان, أن شاء الله تشتغل وتكون عندنا في القريب العاجل ان شاء الله في مدينه قليميم مسابح ترفيهيه موجهه للاطفال والشباب والساكنه خاصه في فترات الحر في فصل يعني الصيف. كاين ايضا توجه ان شاء الله من اجل تاهيل الحزام الاخضر ديال المدينه، ونطمح الى خلق يعني حديقه ديال الحيوانات في المستوى، تكون واحد المنتجع يعني يستقطب الساكنة ويلبي احتياجاتها على هذا المستوى. شكرا لكم على كل هذه التوضيحات، وسنعمل على تطمين السيد عبد الله النجامي نائب رئيس المجلس الجماعي لقليميم.
أول مشروع تليفريك بالمغرب أصبح جزءا من النسيج السياحي لأجدير. المنتوج الجديد أعطيت انطلاقته قبل أيام قليلة، ومنذ افتتاحه عرف إقبالا متزايدا من الزوار الذين يستمتعون بإطلالة جوية على مدينة أجدير على مسافة 1700 متر من وسط المدينة إلى قصبة أجدير أفلا، واكتشاف مؤهلات المدينة السياحية والثقافية. روبرتاج حجب تامك ومحمد أمين عموري. إقبال كبير على مشروع تليفريك أجدير ذي الصبغة السياحية والترفيهية. ساكنة المدينة كما زوارها أقبلوا بكثافة لاكتشاف هذا المنتوج السياحي الجديد. اليوم انطلاقة أول تليفريك في المغرب، والحمد لله كنشهدوا واحد الإقبال كبير من السكان والزوار ديال مدينة أكادير، والحمد لله الناس فرحانين بهذا المشروع، وهذا شيء جميل غيضيف واحد الإضافة والنوعية للمدينة ديالنا، وغيعزز الجانب الترفيهي والثقافي باش نزوروا أكادير أفلا اللي معروفة بالجانب الثقافي ديالها، وكنعرفوا بها الأهمية ديالها التاريخية. رحلة في عربة معلقة تمتد لمدة 6 دقائق، تنطلق من أسفل جبل أجدير أفلا نحو القصبة، وتمنح الزوار إمكانية الاستمتاع بإطلالة على المدينة وشوارعها. أنا جيت اليوم من كازا، جيت نشوف شنو دار في أكادير، صيبوا واحد التريفيريك، ومني طلعت ليه عجبني الحال صراحة، كان زوين، تجربة زوينة ديال التليفيريك. جينا حنا من كازا، سي لا بخوميييغ فوا اللي غنجيوها، وهوغوزمون كو حنا جينا مع لوفيغتيغ أبارامون يلاه بدات اليوم. سي ان بروجي اللي مزيان، كنتمنوا أنهم يديروه لينا في المغرب كامل. وسيساهم هذا المشروع في تنويع العرض السياحي والترفيهي وتنشيط الحركة السياحية بالمدينة، خاصة خلال هذه الفترة من العطلة الصيفية. رياضيا، تأهل فريق الوداد الرياضي للمباراة النهائية لكأس العرش للموسم الرياضي 2020-2021 عقب فوزه على فريق الفتح الرياضي بضربتية ترجيحية 5-4 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على أرضية المركب الرياضي بفاس برسم مباراة نصف النهاية. مجريات المباراة اتسمت بفشل الطرفين في بلوغ المرمى وتغيير النتيجة وانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى الضربات الترجيحية التي ابتسمت للوداد الرياضي ليضرب فريق القلعة الحمراء موعدا في النهائي مع فريق نهضة بركان الفائز على فريق يوسفية برشيد أول أمس. وعن منافسات اليوم السادس من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بأوجين بالولايات المتحدة الأمريكية، نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما تابعنا فيها. دينامية جديدة تشهدها عملية الاستيراد بميناء الناظور بفضل التدابير الجديدة وتشديد المراقبة الجمركية على معبر مليليا الذي كانت تمر منه السلع بطريقة غير قانونية، وبفضل جهود الحد من ظاهرة التهريب. أمام المنحة التصاعدي المستمر لحالة الإصابة بكوفيد-19 وتزايد عدد الوفيات اليومية، السلاح الوحيد لمواجهة الوباء استكمال التلقيح بالجرعات المعززة وتلقي الجرعة الرابعة التذكيرية بالنسبة للمسلمين والأشخاص ذوي عوامل المرضى. تليفريك أكادير يستقبل أعدادا متزايدة من الزوار منذ افتتاحه قبل أقل من أسبوع. بنية جديدة تعزز النسيج السياحي لمدينة أكادير وإشعاعها كوجهة سياحية وطنية ودولية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى الغد بإذن الله.